فيديو هو عبارة عن البطولة اللي احنا نلعبها مع بعض. ف قبل ما ندخل البطولة شوف اللي هيحصل. اللي عجبكم الفيديو ممكن تشير، اللي دي صعبة اوي اصعب. انا ليه بطير؟ نفسي اعرف بوثق من نفسي اول لدرجة وانا فعلا محتاج نجوم. ده لو عملتها شايف تجيني حقيقة عشان اقول تجيني. انا معايا باسل بس انا عامل له ميوت مش الفيديو، مش هيلعب معايا البطولة علشان لسه يا جدعان يا رب عشان يلا الفيديو بس عشان تركز معايا. كنت هلعب مع صاحبي لكن صاحبي طلع لكن اوتوماتيك لو والله لو دخل الجيم لا متعسف. او نو مش في انا فاكر بتاع مناطس. يا جدعان انا مش عارف انا جبت السكن جديد كده. واحد بيتفرج عليا عادي كان هنا شكرا. دي بكره حاجه بس البتاع ده يعني حرام. يعني حرام. دي واحدة يعني انا هطلع بس اشوف البطولة مالها بطولة حتى نطلع حاجة. انا معرفش الفيديو اصلا عبارة كله على البطولة. سكند تاني اللعبة خلتني ادخل سكند تاني اقسم بالله. ماشي يلا نكمل لنا. تعال ندخل ايه يا جدعان انا مش عارف ادخل ايه. في اللي بيتفرج قول لي ادخل ايه عشان قاعد محتاس. جول اريال ايه وقول لي برو ولا روكت ولا ايه. انا اشوف انا هفتح موبايلي واشوف ان انت هتبعت ايه. فاللي بيتفرج اللي بيتفرج يقول انا عايز ادخل ده وبرو ولا ايه. فاقول اتنين اي حد يقول ادخل اريال معرفش برو روك اي اصحاب حاجه اي حاجه بس ابعت في الكومنت.
يا نهار اسود كده يا باسل. قلت ايه بقى؟ ايه؟ اقسم بالله ما شايب لعمل تاني. بعمل حاجة بعت له استاذ بس الحاج وات سيف بس لا يعني ازاي يعمل ده اللي مش خفيف. انا مش عارف حسب عمل ايه وقت هلا بيصعب بو البقاع ما نطش العب فل ابعدي من هنا يا كورة انت وحشة وحشة سودة سودة اعمل ايه الله انا هكسب دي ليتس جو ليتس جو عامل ايه؟ طب باسل ابعت كومنت بس ابعت كومنت ولا حاجة؟ لا ما بعتش لول لول مان هي جن ولا كان غير المود استنى انا عايز ايه بس ادخل لك ايه انا بدخل البطوله علشان انا مستني البطولة حضرتك ولا انت يلي بيدخلي بيقول لي انت ده مش معايا في الفريق مش كده بدخل اهو دخلت بيقول لي انجوينينج دخلت فيل تو انجوين انا عشان انا ما اقدرش ادخلك عشان انا بدخل البطوله
لو اقدر اصلا. عشان كل ده انت مش معايا في البطولة كتير. خلاص يا باشا الاسكو بقى. خلاص يا عم مش. طبعا انت عايز ايه؟ ما فهمتش حاجه. يلا قولي. لا مش عايز اضرب حالي. لا انا هضربها برو عشان مش بعرف اعمل لها علو. حلو مش متعود يعني. دي كانه ايه يا عم انا شو الخوف ايه الجامد ده. انا شفت انا كوش بوشة. ايه اللي حصل لي يا جدعان؟ انا بتبع احنا انا بتبع ايه كله ايه. انا اللي قلت كده بس انا باكونت اخويا. علشان انا مكسل احط اكونتي. مظبطتش يا عزة. قالك وقف فوق راسي. وقف فوق العربية. معرفش اصلا. دي ما دخلتش يا لعبة. ايوه تعمل لي لايك. تعمل الفيديو لايك. هو مش عاجبك فمش محتاجه يعني. دينا مدخلي. دينا مدخلي. اه يا عم ما لازم اول ما يعني ايه اول ما تبدا اليوتيوب لازم لحد يدخل. ايه قصدك عجل. ايه الرجل؟ وي ليش مش فاهم يعني ايه ارض؟
هتسألك العالم كله ايه الاوبي دي. لكن دبل كيك حلو. هي اكل حاجة قالك دي صعبة. عملتها بالعافية. تعالوا ندخل بقى. عايز اجرب اعمل دي لسه سريع. انا هيبع عشان اشوف البشولة. يلي ويتي لسه استنى البطولة. الا البيت بتدور على كل فورتنايت. تعالى اوريك ازاي تجيب كل. دور على تشيست بس عشان تاخد لها اي كي او اي حاجة. بس معاش حاجة يعني. ايبك ولا ليجند ولا عادي؟ هول اللي هو انا داخل زعلان مع البوتات علشان اسمه ده يعني. عقبال ما ادخل البتاع بقى بتدربلي شوية. بس اول ما تبدأ اللعبة احسن حاجة تاخد معاهم البوتات دي. احسن حاجة بيعلموك انت ازاي تعمل حاجات. هما اي نعم بوتات فعلا. بس ازاي تقدر تختارهم برو؟ اصعب حاجة البرو بقى يستخدموا بوست الحاجات دي. اصعب حاجة يعملوا حاجات جامدة. لكن هما انا حاططهم بقى انواع حاجة مش يقدروا يستخدموا بوست. شوف تقدر تسبقهم عشان مش بيستخدموا بوست. شوف انه لو بيستخدموا بوست نفس البتاع بتاعه نفس السرعة بتاعه مش هتفضلوا يستخدموا بوست زي اي حاجة. يلا بوت يلا سنو. او ماي جاد بس ابيض هاتريك عادي نجيب. بس تدوس على اسيست ايه سيف. قال لك 11 اسيست. هم بس انت جايب 6 جوال. قال لك 11 سيف مش اسيست. يا عم لا ما تشوف الفيديو. انت شايف بلعب قد ايه؟ بلعب ضد محترفين. بلعب البطولة يا باشا. انا بلعب ضد بوتات يا زكي. ممكن انت ممكن تدخل بوتات كده تلعب ضدهم تتدرب. انت مش عارف ازاي تدخل. طب هقول لك بقى هقول لك اول ما اجي لك معاك. هاتريك ابلع.
فيه كنت اروح هناك هو اسمي محمد بدأنا البطولة دخلت الجيم انت عارف ليه كل طب بعدين ترمي تعمل ايه بدأت البطولة يا حبيبي دخلت البطولة خلاص مش عارف ولا بلاقلك اكيد يا جماعة انا بعمل ايه وبلعب الله